خبر النهارده من الاخبار اللي نقدر نقول ايه، يعني الناس بتعلق عليها او بتتكلم عليها بشكل او باخر، يتعلق بمجلس الشيوخ. طيب بيقر بقى، بيقر ايه؟ معلش الاخبار كتير، عايزه اقول لكم كل حاجه. بيقر مطلب حكومي بفرض، هيفرضوا ايه؟ 100 جنيه على كل مواطن يرفض استخدام الخدمات الاونلاين. يعني ايه؟ لا طب يعني ايه؟ نسمع بقى من يعني ايه. معايا عبر الهاتف النائبه رندا مصطفى، وكيل اول لجنه الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ. سياده النائبه، منورانا في المساء مع قصواء، ومساء الفل على حضرتك. اهلا بيك، اهلا وسهلا. منورانا يا فندم، وخلينا، انا ما رضيتش اقول، انا قلت حضرتك تقولي للناس خلاصه الموضوع ايه. اتفضلي. لا هو الحقيقه مش كده، اتفضلي، هو انا عشان كده قلت اسمع اساسا حضرتك. فكره او فلسفه القانون بتاع انشاء صندوق لمصر الرقميه هي دعم التحول الرقمي. يعني ما ينفعش نتحول او ندخل الجمهوريه الجديده وباستراتيجية جديدة برؤية مصر 2030 من غير تحول رقمي. وطبعا حضرتك عارفة ان احنا عندنا الى حد كبير أمية رقمية كبيرة جدا، صحيح. فكانت فكرة انشاء هذا الصندوق علشان نعمل زي تحول بطيء من الحاضر الى الفترة اللي جاية بكل التحولات الرقمية. النهاردة الحقيقة وافق مجلس الشيوخ بأغلبية يعني أغلبية كبيرة على مناقشة هذا القانون. بكرة إن شاء الله هيتم مناقشة بنوده. تمام. طبعا طبعا الفكرة بتاعته إن هو هيشجع الناس إنهم يستخدموا الخدمات الرقمية، يعني بدل ما يروح في الشهر العقاري ويبقى فيه زحمة ويستنى ويضطر ان هو يعني ممكن يستغل باي شكل من الاشكال، لا هو بيعمل كل حاجه من بيته. كل تمام. الخدمات الرقميه فري بلا مقابل، غير المقابل بتاع الخدمه الاساسيه اللي هو بيدفعها. يعني انا مثلا بطلع شهاده ميلاد بدفع 10 جنيه في المكتب، ده الرسم انا بتاع هدفعها الموضوع، الرسوم. بنفس المبلغ اونلاين. تمام. فكره ال 100 جنيه دي لسه ما ناقشناهاش، هنناقشها بكره. بكره هفهمك بالظبط ايه يعني ايه 100 جنيه. هو بقى النهارده يا فندم ايه اللي الصحافه شافت الموضوع كده، ففضلنا ندور والصحفيين يدوروا والناس لحد ما وصلوا ايه للنقطه دي. فانا عشان كده قلت اسمع حضرتك، ايه موضوع ال 100 جنيه اللي مطروح لحد دلوقتي قبل مناقشته؟ يعني المطروح ايه واللي اقر لمناقشته بكره ايه؟ بصي، هو كان المبدأ الاساسي اللي كان مطروح من الحكومه هو مبلغ 300 جنيه مستقبليا تمام. لاي حد بيرفض ان هو يتحول الى التحول الرقمي، يعني في المستقبل، يعني بعد سنتين ثلاثه، بعد ما معظم الناس يكونوا بيستعملوا بقى الخدمات الالكترونيه، اللي هيروح مفيش المكتب أمية ومبسوط ان رقمية هو بقى يروح خلاص. المكتب. نعم؟ يبقى مفيش أمية رقمية خلاص. ما يبقاش اللي مصر يروح المكتب يدفع رسم. كانت الحكومه مقدرات 300 جنيه، لجنه التعليم والاتصال وتكنولوجيا المعلومات مع اللجنه المشتركه نزلوها الى 100 جنيه، ومش 100 جنيه ده حد اقصى، يعني ممكن تبقى 5 جنيه او تمام. 10 جنيه اللي عايز مصر ان هو يروح للمكتب. يعني من مفيش رقم يبدأ منه الموضوع، لكن حد أقصى 100 جنيه. حد اقصى من الرسوم دي هيتم الصرف على تحديث البنية الأساسية، هيتم الصرف على محو الأمية الرقمية ونشر الوعي. وطبعا انت عارفة حضرتك يعني مصر بتتبنى فكرة الرقمنة من أكثر من 3 سنين، ابتدينا نجمع أكثر من 60 قاعدة بيانات، صحيح. والهدف انه يبقى موجود على بوابة مصر الرقمية أكثر من 20 خدمة حكومية بإذن الله. يعني اللي محطوط ده دلوقتي واللي حضراتكم هتناقشوه، هو مش هيبدأ تطبيقه فورا بمجرد يعني تشريعه أو إقراره، ولكن هيبقى بعد مدة زمنية مثلا سنتين أو ثلاثة. ايوه ان شاء الله، بعد كمان لسه ده لسه بعد اقرار القانون هيبقى فيه لائحه تنفيذيه، وبعدين بعد سنه او سنتين من اقرار اللائحه التنفيذيه. على الجانب الآخر وبحد برضو اقصى، أعتقد أنه، اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك بحد اقصى 100 جنيه، لكن هي تبدا من 5 جنيه.
تمام. على الجانب الاخر برضو هتلاقي حضرتك وجهة النظر الاخرى، انه هل انا وانا باقر وباشرع هذا القانون او بشتغل عليه تشريعيا من اجل يعني تفاصيل كتير بالتاكيد حضراتكم شايفين ايجابياتها، شايف اني قادر اني خلال سنه او اتنين ان يعني اضع في المجتمع نبته او اشيع في المجتمع محو الاميه الرقميه، هكون خلال سنتين قادر على ان كل المصريين اللي ممكن يلجأوا الى هذه الخدمات قادرين على التعامل الالكتروني على المنصات الرقميه والحاجات المراقمنه الخاصه بخدمات الدوله؟ والله احنا متفائلين جدا، والنهارده كان في اقتراح وجيه جدا من احد الساده النواب، وقال ان هو يا ريت نعمل في كل مكتب بريد مكتب صغير كده او حد او اتنين يساعدوا الناس ان هم يستعملوا الخدمه رقميا في اطار التحول في فتره التحول. لكن شوفي حضرتك ايام كورونا كانت معظم كنا بنعمل معظم الحاجات اونلاين، فده بقى يعني المجتمع ابتدى يتغير كتير جدا. وبعدين دلوقتي الدنيا كلها الناس كلها عندها موبايل وبيستخدموا الواتساب وبيستخدموا حاجات كتير قوي، اذا ممكن قوي قوي ندخل الخدمات الرقميه في المستقبل. انا متفائله جدا ان شاء الله مصر هتتحول الى مصر رقميه بحلول 2030. ان شاء الله. انا بشكرك فندم، نورتينا، شكرا جزيلا النائبه رندا مصطفى وكيل اول لجنه الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ. ده يعني الان يجري العمل عليه بحد اقصى 100 جنيه اللي فهمناه زي ما حضراتكم سمعتوا، انه هتروح هتبقى مصمم تروح المكتب عشان تخلص الخدمه بتاعتك، فمن 5 جنيه ل 100 جنيه ده هيبقى يعني رسم مطلوب سداده، ايا كان البند اللي هيوضع تحته الموضوع هيكون مطلوب سداده. طيب على الجانب الاخر احنا متفائلين، كله متفائل وبنتمنى، لكن على الجانب الاخر لازم يكون في مشروع او استراتيجيه توازي هذا القانون في محو الأمية الرقمية من مستخدمي الخدمات المختلفة للدولة المصرية من خلال المصالح المختلفة. ممكن يكون الاقتراح اللي اتكلموا فيه أنه في كل مكتب في حد ممكن يساعدك بشكل أو بآخر، تروح له وتقول له اعمل لي ده وهو يعمل لك ده ويساعدك، ومع الوقت تتعلم. ممكن يكون في آليات أخرى تطرح قبالة هذا القانون، لكن قبل ما أشرع القوانين وأحط الضوابط وأضع على الناس التكلفة الجديدة بموضوعية شديدة، لازم أكون قادر على أني أمحو هذه الأمية من المجتمع وأخلي ناس مقتنعة بثقافة عمرها سنين طويلة أن الورق هو لازم فلان الفلاني يوقع ولازم ختم الأستاذ فلان هنا، ما فيش ورقة يبقى أنا كده ما عملتش حاجة. دي ثقافة متراكمة، هغيرها في سنة في سنتين هغيرها إزاي؟ فلازم يكون في المقابل وأنا أشرع ما يضع ضوابط معينة، أكون قادر على أن أشرع في المقابل أو أضع في المقابل مشروع متكامل يكفل أن المجتمع يتحرك ناحية المحو الأمية الرقمية. ده شغالين عليه، الدولة شغالة عليه بشكل كبير والمؤسسات المختلفة والإتاحة موجودة، لكن ثقافة الناس بتحتاج شغل متكامل وأعمق من كده، وده دورنا كلنا.